السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في قناة أخبار خفيفة. نتيجة الشهادة الإعدادية، موعد ظهورها وطريقة الحصول عليها بالمحافظات بالروابط. أهلا بكم طلاب الصف الثالث الإعدادي، عارف أنكم كلكم منتظرين النتيجة. إن شاء رب العالمين خلال الفترة القادمة سنوافيكم بأهم النتائج على مستوى المحافظات على قناة أخبار خفيفة. تابعونا إن شاء رب العالمين، باستمرار هننزل نتائج المحافظات أول بأول فور ظهورها إن شاء رب العالمين. تستعد مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني لإعلان نتيجة الفصل الدراسي الأول لطلاب الصف الثالث الإعدادي، ومن المقرر إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 إلكترونيا على مواقع المديريات التعليمية. وأعلن مصدر مسؤول بمديرية التربية والتعليم أنه جاري الانتهاء من عمليات التصحيح لامتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب الشهادة الإعدادية ورصد الدرجات بالإدارات التعليمية. وأضاف المصدر أنه عقب الانتهاء من عملية التصحيح ورصد الدرجات سيتم تجميع النتائج في المديريات التعليمية واعتمادها من محافظ القاهرة، مؤكدة أنه عقب الاعتماد سيتم تحميلها على موقع مديرية التربية والتعليم بالقاهرة. وكشف أشرف سلوم وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة أنه سيتم إعلان نتيجة الترم الأول لطلاب الشهادة الإعدادية نهاية الأسبوع الجاري عقب اعتمادها من محافظ الجيزة. ولفت سلوم إلى أنه من المقرر إعلان النتيجة يوم الأربعاء أو الخميس القادم، مؤكدا انه سيتم اعلان النتيجه الالكترونيا على الموقع الرسمي لمديريه التربيه والتعليم بالجيزه. من جانبه قال ياسر محمود وكيل وزاره التربيه والتعليم بالقليوبيه انه جاري الانتهاء من اعمال التصحيح وعمليات التصحيح لامتحانات الفصل الدراسي الاول لطلاب الشهاده الاعداديه. واكد وكيل وزاره التربيه والتعليم بالقليوبيه انه سيتم اعلان نتيجه الفصل الدراسي الاول للشهاده الاعداديه بنهايه الاسبوع المقبل، مؤكدا انه سيتم اعلان النتيجه على موقع الرسمي لمديريه التربيه والتعليم بالقليوبيه. وتظهر نتيجة الصف الثالث الثانوي وتظهر نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2022 في جميع المحافظات عبر الروابط التالية. جماعة نحتاج النتيجة بتاعته، شارب يسيبنا للرقم الجلوس بتاعه وإن شاء رب العالمين هنحاول نجيب النتيجة. أتمنى تعليقاتكم، وفي الفيديو القادم إن شاء رب جميع تعليقاتكم أنا هعرضها في فيديو خاص، ودعواتكم بالتوفيق إن شاء رب العالمين، وأتمنى لكم التوفيق. إن شاء الله رب العالمين في الفترة القادمة هنزل نتائج جميع المحافظات. في نهاية الفيديو أتمنى أنكم تشتركوا في القناة، ويا ريت اللايك بتاعكم جميل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.